السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل Lateral Transport Chain. المرة اللي فاتت في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الكومبلكسز وخلصنا ازاي تصنع الـ ATP عن طريق الـ Mitchell Theory أو الكيموزموتيك ثيوري. النهاردة هنعمل بقى Inhibition، ازاي هقدر أمنع الـ Lateral Transport Chain دي من إنها تحصل. طب هل الـ Inhibition ده حاجة كويسة؟ احنا اتفقنا إن الـ Lateral Transport Chain هي الـ Main Source of Energy جوه الجسم بتاعي، وهي اللي بتخليني اقول على الميتوكوندريا الباتري اوف ذا سيل. فاكيد لما هعمل انهبيشن ده هيمنع انتاج الطاقه. هعرف دلوقتي ان انا كل ما انا ازيد في الانهبيشن بتاعي ده يعتبر بالنسبه للجسم بويزنينج وممكن يؤدي الى ديث. الانهبيتورز معناها ان انا هعمل انهبيشن للعمليه كلها، انا هقف عند الكومبلكس ده وهعمل له انهبيشن، وهي سايت سبيسيفيك، يعني كل كومبلكس ليه الانهبيتور بتاعه. مثلا complex 1 الانهبيتور بتاعه حاجات كتير منها الباربيتوريت، complex 2 specific inhibitor للمالونيت، complex 3 specific inhibitor للانتيميسين A، complex 4 specific inhibitors بتبقى الازايد والسيانايد والكربومونوكسيد. لو حضراتكم خليتوا بالكم الباربيتوريت والانتيميسين A دي ادويه، فمن السايد افكتس بتاعت الادويه دي ان انا همنع الالكترون ترانسبورت تشين عند كومبلكس 1 او عند كومبلكس 2. برضو المالونيت احنا واخدين ده في الكريبت سايكل ان هو سبيسيفيك انهبيتور كومبيتيتيف انهبيتور للساكسينيد دي هيدروجينيز ريأكشن، لان هو شبه الساكسينيد او الساكسينيك تمام، فهو كومبيتيتيف انهبيتور لكومبلكس 2. الإفكت بتاعت inhibition لكمبلكس 1 أو 2 أو 3 أكيد شديد، لكن كل ما حضرتك هتعمل inhibition على ليفل أوسع، معنى كلمة inhibition الإلكترون ترانسبورت تشين إيه؟ معناها إن أنا همنع إن أنا أعمل oxidation، لأن أنا قلت إن أنا طول ما أنا ماشي في الإلكترون ترانسبورت تشين هعمل oxidation. لما حضرتك هتمنع الأوكسيديشن معناها إن أنت هتسيب لي الكاريرز في reduced forms، وزي ما إحنا اتفقنا ان جسمي ما بيحبش reduced forms. reduced forms بتتعب جسمي، reduced forms poisonous لجسمي. كل ما تزيد كمية ونسبة reduced forms كل ما الجسم يبقى exhausted اكتر وتعبان اكتر ومش قادر يعمل action. وبالتالي لما حضرتك هتوصل انك تعمل inhibition لcomplex 4 معنى كده ان كل اللي قبل 4 reduced، complex 3 reduced، complex 1 reduced، complex 2 reduced، الناد والفاد reduced، يعني اكبر كمية هتبقى من الكاريرز reduced موجودة لما اعمل inhibition في complex 4. وبالتالي الانهبيشن او الانهبيتورز بتاعت complex 4 بتعتبر poisons، سم بيموت، زي سم الفريم، زي اللي هي الانبوبة لما افتح الانبوبة واسيبها الكربومونوكسيد بيموت عن طريق الحكاية دي. ان هو هو طبعا الافاليتي بتاعت الاقصى الهيموجلوبين للكربون مونوكسيد اعلى كتير جدا من الافينيتي اوف هيموجلوبين للاكسجين، بس على ليفل اوسع من كده هي بتقفل الدنيا خالص كمان وبتعمل انهبيشن لكومبلكس 4. تمام، لو انا عايز اعمل انهبيشن لكومبلكس 5 ده هيحصل اكتر ب انتيبيوتكس، زي مثلا لو انا هعمل انهبيشن جوه الاي تي بي سينثيز نفسه، عمليه الفوسفوريليشن اوف اي دي بي لانتاج الاي تي بي ده بيحصل بالاوليجومايس. لو انا هتكلم عن الترانسبورت اللي احنا بنسميها ان انا هعمل اكسبورت للاي تي بي بره الميتوكوندريا، انا ممكن اعمل ده بالاكراسايكلوزايد. خلي بال حضرتك لو حضرتك هتعمل انهبيشن للالكترون ترانسبورت تشين معناها ان انا مش هطلع طاقه، مش هطلع اي تي بي، بس انا كده الستال بس بكسر لك. ده بالعكس، انا كده هبدا اكسر اكل اكتر. حضرتك ركز معايا، لو انا كده انا عايز الاكل ده عشان من الهيدروجين واوديه للالكترون ترانسبورت شين عشان الالكترون ترانسبورت شين تطلع لي اي تي بي. انا كان والاكل اتكسر ورحت للالكترون ترانسبورت شين ما عبرتنيش وما طلعتليش اي تي بي. جسمي هيفهمها ازاي؟ هيفهمها ان انا ما كسرتش كفايه، فانا كده لازم اكسر اكتر، فابدا اكسر اكتر عشان احاول اطلع طاقه لان الطاقه اللي موجوده مش كفايه وهكذا. وبالتالي الناس ممكن تكون بتاخد انتيبيوتكس بتخس شويه بسبب ان اي حد مثلا في الاطفال الصغيرين قوي الامهات تقول ان الطفل يعني ايه بيقولها اتمقت لما خد الانتيبيوتيك كورس، دي مش حقيقه. طب انا ممكن اعوض ده ان انا اديله اكل زياده وهو بياخد الانتيبيوتيك، هل ده هيفيد؟ احنا اتفقنا كده كده
في antibiotics عاملة inhibition electron transport chain. لما هتعمل inhibition electron transport chain whatever هو كل إيه هفضل أكسر لأن أنا كده كده مش هنتيج ATP. طب إيه الصح؟ لو إحنا حسينا فعلا إن الطفل خد antibiotic لفترة طويلة والكورس بتاعه كان ممتد شوية, أو مثلا الناس اللي قدر الله عندها ATP ممكن تاخد الأدوية دي لست شهور أو لتسع شهور, طب أنا هقدر أعمل إيه؟ مش هينفع أزود الأكل during the course, ده مش هيفيدني بحاجة. زيادة الأكل during the course كل اللي هيعملهولي إن أنا بزود أكله خلاص, لكن كده كده أنا مش هطلع طاقة وبالتالي هفضل أكسر لأن أنا جسمي هيبقى معتبر إن هو مكسرش فيه. طب الحل إيه؟ الحل إن أنا أستنى لما يخلص الكورس بتاع الأنتيبيوتيك ويخلص الكاملتيف إفكت خالص بتاع الأنتيبيوتيك, لأن في أنتيبيوتيكس كتير ليها كاملتيف إفكت يعني بتفضل في جسمي فترة من الزمن بعد ما بوقف الكورس, استنى الكلام ده كله يروح وبعدين بقى اظبط الاكل علشان جسمه يرد. لكن احنا فهمنا دلوقتي ليه في انتي بايوتكس بتخلي الجسم بتاعي يكسر زياده. ليه؟ قلنا علشان ان في انتي بايوتكس بتشتغل كانهبيتورز. تمام, يبقى انا اتكلمت دلوقتي عن الانهبيشن بيبقى سايت سبيسيفيك. نيجي على النقطه الثانيه اللي هي الايه الانكابلنج. ثانيا لو انا هعمل حاجه اسمها انكابلنج, طب افهم الاول يعني ايه كوبلينج. اخر حاجه قلتها في الفيديو اللي فات ان انا الكيمو اوزموزس او انتاج الاي تي بي مع الاكسديشن بسمي ده اوكسيداتيف فوسفوريليشن, لان انا along طول ما انا ماشي طول الالكترون ترانسبورت تشين بعمل حاجتين, بعمل اوكسديشن باكسد الكاريرز في الاخر خالص بتعامل مع الاكسجين واديه له, الحاجه الثانيه ان انا بعمل فوسفوريليشن للاي دي بي لانتاج اي تي بي فسميتها oxidative phosphorylation. يعني أنا بعمل عملية oxidation in the same time في الوقت اللي أنا بعمل فيه عملية phosphorylation فبسمي ده coupling. الcoupling هو حصول الoxidation في نفس الوقت اللي أنا هعمل فيه phosphorylation فبنسميها coupling أو oxidative phosphorylation reaction. لو أنا خليت واحدة فيهم تحصل من غير التانية هيبقى أنا كده خصمتهم, خليتهم ما بيحبوش بعض, فرقتهم عن بعض, نسميها إيه uncoupling. يبقى الانكابلرز او الانكابلينج هو allowing oxidation, هسيب الاكسيديشن without phosphorylation. يعني انا هخلي الاكسيديشن يحصل عادي along the complexes of electron transport chain بس همنع عمليه الفوسفوريليشن انها تحصل, يبقى ده هسميه ايه انكابلينج او انكابلرز. طب حضرتك تخيل معايا ايه اللي هيحصل كده. كده انا همشي عادي, يعني انا مش هسيب كده reduced carriers ولا حاجه لحد ما ادي الاكسجينه للهيدروجين واطلع ميه. طب هو ايه اللي منع ان الفوسفوريليشن يحصل في الحاله دي؟ انا ما منعتش كومبلكس 5 بس احنا زي ما احنا اتفقنا في الكيمو اوزموزس ان انا علشان اقدر اصنع اي تي بي انا محتاج الترابينج اوف هيدروجين جوه الانترميديت سبيس, انا محتاج احبس الهيدروجين بين الاوتر والانر ميتوكوندريال ميمبرين, وده بيحصل لان الاوتر والانر ميتوكوندريال ميمبرين ار امبيرميبل تو بروتون, ما يعدوش البروتون, وبالتالي انا بعمل بومبنج للبروتون وبحبسه ومش عارف يروح في حته, صح؟ ده اللي خلاني اقدر اصنع طاقه. طب فرضنا ان انا لعبت في البرميابيلتي بتاعت الممبرين بتاع الميتوكوندريا شويه وخليته بيرميبل وخليته يعدي البروتون, هل كده هيحصل ترابينج للبروتون؟ اكيد لا. طب ما هي دي النقطه اللي كان عن طريقها انا بقدر اصنع طاقه, يبقى انا كده مش هقدر اصنع طاقه. يبقى الانكابلنج هيحصل عن طريق increase the permeability of the inner mitochondrial membrane to proton, فالبروتونز هتبقى داخله سداح مداح مش هتجبر انها تدخل من كومبلكس 5, ما هي داخله طالعه براحتها وبالتالي مش هصنع اي تي بي. يبقى الانكابلنج ما بيحصلش عن طريق inhibition, الانكابلنج بيحصل عن طريق ان انا بلعب في permeability of the mitochondrial membranes. يبقى يعني ايه انكابلنج او يعني ايه الانكابلرز بتعمل ايه؟ uncoupling او الانكابلرز بتعمل عن طريق allowing oxidation to occur without occurrence of phosphorylation, وده بيحصل عن طريق ان انا بعمل increase the permeability of the mitochondrial membrane to proton. حلو, مين هم الانكابلرز؟ الاول قبل ما اقول مين هم الانكابلرز تعالى نتخيل ايه اللي هيحصل. انا دلوقتي هكسر هاكل اشبع هعمل digestion هعمل absorption هاخد الهيدروجين على carriers هروح للالكترون ترانسبورت تشين علشان تطلع لي ATP, همشي على الانجل كومبلكسز وهعمل اوكسيديشن, ها فين الاي تي بي؟ مفيش. جسمي زي ما انا لسه قايله في الانهبيتورز هيعتبر ان انا كده ما كسرتش اكل كفايه وهبدا اكسر اكل تاني علشان انا عايز اي تي بي, وانا لما رحت الالكترون ترانسبورت تشين يبقى كده انا محتاج اي تي بي. طب هو الطاقه اللي جوه الالكترونز هتروح في صوره ايه؟ حراره.
هتطلع الطاقة بتاعت الإلكترونات بدل ما كانت بتطلع في صورة ATP، الطاقة بتاعت الإلكترونات هتطلع في صورة هيت. ده هيخليني ايه؟ اخس. ما انا عمال اكسر اكسر في الاكل، عمال اكسر في النيوترينتس اللي عندي على اساس ان انا هستخدمها عشان اجيب ATP، وبكسر للاخر وباخد الهيدروجين واروح واشيله على كاريرز واروح للكتن ترانسبورتشن وما تعبرنيش وما تدينيش ATP، واروح اكسر تاني. يبقى الانكابلرز او عملية الانكابلينج هتخليني اخس وهتخليني اطلع كمية كبيرة من الطاقة في صورة حرارة. الناس فكرت ان هي تستخدم الانكابلرز دي كأدوية للدايت. طب ما حلو ده، ما انا هاخد الدواء ده هيعمل لي انكابلينج هخس. كان في دواء موجود في السوق فعلا بيشتغل عن طريق عملية الانكابلينج اسمه 2-4 داينيتروفينال، وده كان بيجيب طبعا نتائج فظيعة، لكن بعد كده اكتشفنا التوكسيستي بتاعته فتشال من السوق. يبقى ده دواء كان بيستخدم زمان اسمه ايه؟ اسمه 2-4 داينيتروفينال. و2-4 داينيتروفينال وتعتبر زي ما حضراتكم عارفين كل الفينولز توكسيك للليفر، فاتمنع من السوق. يبقى ال2-4 داينيتروفينال ده بيشتغل كانكابل. حاجه ثانيه كالسيوم، وهستاذن حضرتك كالسيوم مش قصدي بيه ان حضرتك تشرب لبن، يعني هشرب لبن هشتغل انكابلنج هخس؟ لو حد بيشرب لبن ويخس اكيد لا. امال ايه؟ انا بتكلم على كالسيوم انجكشن، بتكلم على الكالسيوم انجكشن. يبقى اول واحد انكابلر هو 2-4 داينيتروفين، تاني واحد انكابلر كالسيوم انجكشن، تالت حاجه البروجستيرون. علشان كده البنات والستات في النص التاني من المنسترال سايكل بعد ما بيطلع البروجستيرون بعد الاوفيليشن بيحصل لها انكريس في التمبريتشر بتاع جسمها من نص لواحد ديجري. ليه؟ عشان هم اشتغلوا كانكابلر والطاقه الزياده دي طلعت في صوره حراره. يبقى تاني انكابلنج واحد هو مين؟ الـ2-4 داينيتروفينال، وده دواء كان بيستخدم في الدايت وتشال من السوق عشان توكسيك. اثنين كالسيوم انجكشن، ثلاثه بروجستيرون، اربعه انكريز الليفل اوف ثايروكسين. يعني الثايروكسين في النورمال ما بيعملش كده، بس الثايروتوكسكوزس لما يكون عندي انكريز الليفل اوف ثايروكسين هيحصل كده. عشان كده العيان بتاع الثايروتوكسكوزس بيبقى عنده هيت انتولرنس، هو مش مستحمل، هو اصلا سخن خلق. تمام. وبعد كده الاسبرين، الاسبرين بس في الهاي دوزز برضه اوف اسبرين ممكن تشتغل كانكابلر. طبعا مش دي كل الانكابلرز، بس دي الانكابلرز المهم. يبقى عمليه الانكابلنج بتحصل ازاي؟ عمليه الانكابلنج بتحصل عن طريق increase the permeability of the mitochondrial membrane to proton، وبالتالي مش هقدر اعمل trapping للبروتون في intermediate space between the outer and inner mitochondrial membrane، وبالتالي مش هصنع طاقه. وكميه الطاقه الزياده دي هتطلع في صوره heat. Examples للانكابلرز، من اشهر examples بتاعت الانكابلرز 2-4 داينيتروفينول اللي كان دواء للدايت وتشيل. حاجه الثانيه الكالسيوم انجكشن، مش انجشن، انجكشن. بعد كده البروجستيرون، الهاي دوزز اوف ثايروكسين زي في حالات الثايروتوكسكوزس، والهاي دوزز اوف اسبرين. في حاجه بقى، في ناس يقول لك والله انا بتخن من الميه، وفينا واحد صاحبي بياكل 14 سندوتش على الصبح. في ناس تقول لك عنده ديدان، احتمال. بس ايه الاحتمال التاني؟ في ناس بتبقى لاكي، محظوظه. ربنا لما بيخلقنا في الاول خالص واحنا لسه بيبس بيبقى عندنا معظم الفات اللي في جسمنا بيبقى في صوره كراون فات. هي براون علشان لونها بيبقى اورنج شويه. لون الفات الطبيعي بيبقى ابيض، لكن البراون فات دي بيبقى لونها اورنج غامق مايل للبني. البراون فات اللي مخليها براون ان فيها بروتين اسمه انكابلر بروتين. انكابلر بروتين ان هو بروتين طبيعي ناتشرال ده موجود في جسمي في البراون فات اكتر في النيولي بور. علشان يعمل ايه البراون فات ده؟ الانكابلر بروتين هو بيعمل انكابلنج. لما هيعمل انكابلنج هيطلع الطاقه في صوره حراره، فهيظبط، هيعمل تمبريتشر ريجوليشن للنيولي بور دول. يبقى الانكابلر دول ربنا خلقهم، الانكابلر بروتينز اللي هم ناتشرال انكابلر بروتينز، ربنا خلقهم جوه الكراون فات علشان يظبطوا التمبريتشر في النيولي بور. هو بيعمل انكابلنج، فهو هيعمل الانج اوكسيديشن وذاوت فوسفوريليشن، فهو فعلا بيخسس. بس انا في النيولي بورن ما يهمنيش قوي موضوع الخساسان، مش من الخساسان، هو كده كده ليه نمو معين، ليه ديفلوبمنت معين، وليه ريت معين للانكريز الويت بتاعه. بس ربنا سبحانه وتعالى علشان السنترز بتاعت البرين بتاعت الريجوليشن اوف تمبريتشر اوف ذا بودي ما بتبقاش ويل ريجوليتد لسه، فبيبقى مهم جدا ان ربنا سبحانه وتعالى يسيب له حاجه يقدر يبقى عن طريقها يتحكم في الحراره بتاعت جسمه او يظبط الحراره بتاعت جسمه، خصوصا لو الطفل ده مولود في الشتاء او مولود في بلاد
ساقعه جدا. في ناس بتبقى محظوظه ليه بقى؟ اللي انا لسه قايلاه، لان انا المفروض طول ما انا بمشي في عمري وطول ما انا بكبر في السن كميه البراون فات بتتحول الى وايت فات، وبيقل كميه البراون فات قوي وبتزيد نسبه الوايت فات. الوايت فات ما فيهوش تقريبا انكابلر بروتين، او انكابلر بروتين موجود فيه بكميه قليله قوي عن البراون فات اللي فيه كميه كبيره من الانكابلر بروتين. في ناس محظوظه لان بيفضل البراون فات وبيفضل فيه كميات كبيره من الانكابلر بروتين فبتحرق بسرعه. فعلا في ناس بتحرق بسرعه وفي ناس بتحرق ببطء. من ضمن الاسباب اللي بتخلي في ناس بتحرق بسرعه، ومش ده السبب الوحيد، بس من ضمن الاسباب اللي بتخلي الناس بتحرق بسرعه ان عندها البراون فات وعندها انكابلر بروتين. فلو حضرتك عندك واحد صاحبك بيفضل رفيع مهما ياكل، لو حضرتك عندك واحده صاحبتك بتفضل رفيعه مهما تاكل، واحنا بندخن من الهواء او بندخن من الميه، ده مش معناه ان هم مدودين ولا عندهم جدال ولا الكلام ده. ممكن يكون في اسباب كتير من ضمنها ان هم يكون عندهم كميات كبيره من البراون فات اللي فيها انكابلر بروتين. الانكابلر بروتين ليها كذا نوع، 1 و 2 و 3 و 4 و 5 كذا نوع، بس اكتشفنا حديثا، مش حديثا يعني، في من بعد سنه 2000 كده، ان في حاجات ممكن تو انهانس الانكابلر بروتين، تزودها كده شويه تخليها تشتغل. زي مين؟ زي اللي كلنا بنقول ايه، ان الجرين كافي والجرين تي اللي هو الشاي الاخضر والقهوه الخضراء حلوه عشان تخليك تخس. ليه؟ لان هي بتشتغل على ده، بتعمل البوليفينولز اللي موجوده جواهم بتعمل ستيميليشن للانكابلر بروتين، بتزود الاكسبريشن اوف الانكابلر بروتين، سبيشلي انكابلر بروتين تايب 2. يعني بتعمل ستيميليشن، يبقى هتزود ان انا ما اطلعش اي تي بي فهكسر اكتر، يبقى هي بت انهانس الانكابلر بروتين اكتيفيتي بتاعه البودي، وبالتالي بتساعدني في ان انا احرق كتير. يبقى احنا اتكلمنا في الفيديو ده عن الانهبيتورز بتاعه الالكترون ترانسبورت شين وتفنع سايت سبيسيفيك، وكل ما انا همشي في السايت كل ما هتبقى توكسيك اكتر، لان انا كده بزود نسبه الريديوس كاريرز. بعد كده اتكلمنا ليه شويه انتي بايوتكس بتستخدم بتسبب عمليه الانهبيشن اوف الالكترون ترانسبورت شين والافكت بتاعها. وبعد كده قلنا ايه الديفرنس بين انهبيشن اند انكابلنج. الانهبيشن بيوقف الاثنين، الانهبيشن انا سايت سبيسيفيك هاجي على سايت 1 ده ولا هخلي الاوكسيديشن يحصل، وبالتالي مش هخلي الفوسفوريليشن يحصل. يعني الانهبيتورز انهبيت بوث اوكسيديشن اند فوسفوريليشن وهي سايت سبيسيفيك، لكن الانكابلنج allows اوكسيديشن تو اوكير without فوسفوريليشن. هي بتسيب الاوكسيديشن يحصل بس ما بتعملش فوسفوريليشن، مش سايت سبيسيفيك ولا حاجه. ده هي بتشتغل عن طريق increase the permeability of the mitochondrial membrane to protein. ودينا examples للانهبيتورز ودينا examples للانكابلرز. كده خلصنا الالكترون ترانسبورت شين، انا شرحتها على مستوى الاندر، بس لو حضرتك هتبقى محتاج فيها معلومات وديتيلز زياده لاي جزئيه فيها او ليها كلها، هستاذن حضرتك تسيب لي ده في الكومنتس، وانا ان شاء الله هعمل لها فيديو مور ديتيل. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.